لا يزال المتحكمون بسعر الصرف ومنهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسرحون ويمرحون في ملعب الدولار ويتأنون في تسجيل هدفهم التالي لصالح منصة صيرفة، حيث من المتوقع أن يتوجه حاكم المركزي إلى رفع سعر الدولار عليها والذي قد يصل إلى 45,000 ليرة، وذلك لتقليص الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم والانهيار، ما يعني المزيد من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والفواتير المسعرة بدولار صيرفة كالاتصالات والكهرباء. فهل سيصدر الحاكم قرار يقضي برفع سعر صيرفة في الأيام القليلة المقبلة؟ بعتقد ما في تعديل قريب، لأنه إذا كان ردة الفعل دايماً بتعديل سعر صيرفة بتمعنى عم نسلم جدلا انه سعر صيرفة هو بالفعل سعر السوق الموازي متأخرا بضعيا، فأنا ما بعتقد بده يتعدل سعر صيرفة قريبا. الجميع بات يعلم أن مافيا الدولار مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الارتفاع الهستيري لسعر الصرف في الأيام الماضية، حيث كاد أن يلامس 65,000 للدولار الواحد ليعود وينخفض بشكل مفاجئ. فما هي حقيقة ما حصل؟ الأسباب الأساسية للارتفاع الفظيع اللي صار بسعر الصرف مؤخرا هو كان كثرة الطلب، زاد الطلب على الدولار. السؤال بيطرح نفسه، مين اللي عم يزيد الطلب وليش؟ وليش دايما كل اخر شهر بنشوف انه بيزيد الطلب؟ يعني زاد الطلب يعني في ليره لبناني، يلي معهم ليرات مليارات الليرات بالسوق هن يلي بيقدروا بلحظه من اللحظه اذا رادوا او ما رادوا او اذا قصدوا او ما قصدوا يتغير سعر الصرف. هلا ليش رجع عالي ورجع وطي بسرعه؟ انا برايي انه اللي كان عم يشتري قال ما بدي اشتري، اخف الطلب وطي السعر. سوقنا ضيق، 20 مليون دولار بيقدر يعلي السوق يوطيه. رغم خطر الانعكاسات الأمنية المحتملة لتسارع الانهيار الاقتصادي، إلا أن استفزاز اللبنانيين مستمر والمسؤولين يشاهدون اللحظات الأخيرة من السقوط وكأن رؤوسهم لن تطالها شظايا الانهيار والتفلت الأمني، والشعب مشغول بلقمة عيشه عن مواجهة الحقيقة، ودائما يبقى السؤال إلى متى؟